زيارتي في مصنع فيات يعني كانت زيارة مفيدة كذلك، خلتني نطلع على مستوى الإنتاج في هذا المصنع اللي هو يعني اليوم تكتف بصفة يعني اللي نقدر نقدرها بإنتاج حوالي 70%. الأصناف اللي راهي حاليا تخرج من المصنع هذا وراكم شفتوا بفيات 500 حوالي 4 سيارات في الساعة، ولا فيات دوبلو اللي هي مطلوبة كثير في السوق حاليا 13 سيارة في الساعة. هذه تخلينا إن شاء الله رايح نصل للهدف تاعنا اللي سطرناه معاهم اللي هو 24 ألف سيارة من هنا آخر سنة، وتكون برنامج سنة 2025 تكون حوالي 90 ألف سيارة لتضع في السوق الوطني.